الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعتكم اليوم لجنة إكرام الميت اليوم في نتطلع على الجهة المبيوعة في المقبرة. لف الكاميرا وتفرج على الأربعين دولم هذا اللي انباع قبل 40 سنة. احنا نطالب من أهل يافا ياريت انه ينضموا لصوت لجنة إكرام الميت ويساعدونا انه نصير ندفن بالمنطقة هاي، عن اليمين عن الشمال، المهم ندفن بالارض اللي هي بيحكوا عليها انه هذا يوسي اشكعوت بقول انه الي نسبة فيها. انا بحياتي ولا مرة سمعت انه اشي اسمه يوسي اشكعوت اجا ولا اجا اطلع على هاي القضية. بتطلع عليها لجنة اكرام الميت بتناشد أهل البلد إنها تتوحد، وإنها دايماً لما لجنة إكرام الميت تطلب منهم أي عمل يباشروا معها هذا العمل. وياريت كل إنسان بصير له حالة وفاة، ياريت لما بتصل بواحد من لجنة إكرام الميت ياريت يكمل الشغل معاه وما يعمل له أعمال مش كويسة زي كتغسيل في البيوت. أنا مش برفض هذا الإشي، لكن هذا الإشي إحنا عملنا مغتسل، والمغتسل هذا لازم يكون لصالح كل أهل البلد. وياريت كمان مرة برجع بطلب من أهل البلد ينضموا لصوت لجنة إكرام الميت، نبلش نحفر هنا بالأرض هاي المبيوعة، وياريت يكونوا متجاوبين معنا وبدنا ندفن فيها. وأنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن أنا كمان أنا يعني. وبعدين بدي أبشركم إنه لجنة إكرام الميت باشرت في حارس للمقبرة، هو هذا الشاب بحرس المقبرة سامي القاضي، أكيد بتعرفوه. وهذا الرجل يعني أنا كثقة بعرفه وأنا ولد صغير، والحمد لله رب العالمين. ولجنة إكرام الميت كمان مرة بتقولكم ضموا صوتكم إلها وخليكم معاها وتابعوها، وهذا كتير بشرفني وبشرف أهل البلد إنه إحنا نحافظ على مقدساتنا الإسلامية. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. بارك الله فيك على الحكي اللي انت بتحكيه. الله يبارك وان شاء الله الله يعطيك الصحه، وان شاء الله الكل يسمعك من اهل يافا. الله يقوي